كتعرفوا الاجواء ولا الظروف اللي كتعيشها حسين هذا كدير، ولا سيما بالاعطاب اللي 11 لاعبين من الاساسيين معطوبين، وعندنا ثلاثه المقابلات خارجين على كدير. غنبداو باسفي زياده على برشيد وعاوتاني الفيس ونلعبوا عاوتاني لكوب دافريك. دونك لي بريسير هما اللي عذبونا اكثر. كيف ما كان الحال المقابله ما داش في الظروف اللي بغينا حنا، لان الوقت اللي كتسجل عليك اهداف، الوقت اللي كنا بلوزوم موقفين مزيان في المقابله ومحكمين بلوزوم في المقابله، مي هفوات كيكونوا اللي كيخليو ان كتقلب الكفه لجهه اخرى. كيف ما كان الحال الفريق اللي دخلنا، لان اليوم جبنا لعب البونتوس، الاغلبيه كانوا لاعبين شباب، كان واحد دري جمال اللي لعب مقابله جيده ولكن ما قدرش يسير 90 دقيقه لان شدوا لي كرومب واضطر يخرج، واضطرينا نلعبوا سيام اللي هو جناح ايسر، هو اللي لعب ظهير ايسر. يعني بور لو مومون بالغيابات اللي كاينه كنحاولوا ما امكن نخلي نخرجوا واحد الفريق اللي يكون بليزو مو ايكيليبري، سيتادير يكون توازن فيه، ولكن بعض الخسارات كيتعذر عليك، لان عندنا خمسه ديال المدافعين اللي ما كاينينش، منهم خنبوبي، منهم بسايين، منهم بعدي، منهم رامي، منهم صديقي، وهادو في خط واحد، وملي كيضيع لك لاعبين في خط واحد تيصعب المقابله.